المعرفة. فقرة المعرفة أربع أسئلة: معلومات عامة، رياضة، تكنولوجيا، وقدرات ذهنية. مريم وسميرة، سميرة ومريم. وأول سؤال واحد لواحد بعشر نقاط، معلومات عامة. والسؤال هو: في أي محيط تم العثور على سفينة ماري سيليست المهجورة عام 1872؟ السفينة دي كان اسمها الأول أمازون، اتبنت 1860 في كندا، وتعرفت إنها ملعونة بسبب موت مالكها الأول، وكل اللي بيشتريها كان بيفلس. وفي حكاية غريبة عنها هقولك عنها بعد إجابتك. إجابتك محيط الهادي. محيط الهادي، إجابة خاطئة. 1872 اتحركت، مش هقولك من فين لفين. إجابتك الأول. المحيط الأطلنطي. اتحركت من نيويورك لإيطاليا، وكان على متنها قبطان ومراته وبنته وتمانية من رفاقه، كلهم اختفوا لما راحوا للسفينة، ما لقوش ليهم أي أثر. قصة غريبة جدا، اقري عنها. أنت بتحبي الحاجات العجيبة. أيوة صح؟ ده حلو قوي. المحيط الأطلسي، إجابة صحيحة. عشر نقاط. الفرانسيس كان 50، كفر دوار 30، كرولوس ومريم، مريم وكرولوس. رياضة. والسؤال هو: دولة بأمريكا الشمالية حصلت على أكبر عدد من الميداليات الذهبية في كأس العالم لهوكي الجليد رجال حتى عام 2024. 28 ميدالية ذهب و16 فضة و9 برونز، إجمالي 53 ميدالية. إجابتك كندا. إيه اللي وداكي كندا؟ جليد في كندا. برافو عليك، بتفكري. إجابة صحيحة. صح، هو كده. الثانية روسيا ب 27 ميدالية ذهب. السؤال اللي جاي مارينا وميرام، والنتيجة اتغيرت 50 الفرانسيس كان، كفر الدوار 40. تكنولوجيا. والسؤال هو: ما هي الدولة العربية الوحيدة التي استضافت الأولمبيات الدولي للمعلوماتية مرتين حتى عام 2024؟ مسابقة عالمية في علوم الحاسب الآلي لطلاب المدارس الثانوي، كل دولة بتشارك بأربع طلاب. أكتر من 80 دولة شاركوا. إجابتك الجزائر. الجزائر، إجابة خاطئة. الدولة دي استضافتها أول مرة في 2008، وتاني مرة في سبتمبر 2024، وحصلت على 31 ميدالية فيها. إجابتك المغرب. المغرب، ميرام، إجابة خاطئة. اللي زعل بقى إن أنتوا مهتمين بالتكنولوجيا واللي بيحصل، و80 دولة بيشاركوا من برة، وهي في مصر فعلا. خسارة جدا. تفضل توماس ومريم، مريم وتوماس. سؤال الأخير واحد لواحد، قدرات ذهنية. والسؤال هو: حل المسألة الآتية: 220 زائد 140 في 2 ناقص 390 يساوي كام؟ 220 زائد 140 في 2 ناقص 390 يساوي كام؟ إجابتك 110. نفس إجابتك؟ 110، إجابة صحيحة.